بونجور، تريتمون ديال لي سوجي توندونس في عالم السيارات، الإجابة على الأسئلة ديالكم ونطرحوا عليكم أسئلة ولا نطرحوا عليكم باغ إكزومبل اقتراحات حلول ونصائح بالنسبة للسيارات ديالكم أو سيارات أخرى. هذا هو لوبجيكتيف ماجور برانسيبالمون في كاع لي لايف ديال بارنو أوتو، فمرحبا بكم. الموضوع ديال اليوم هو كيفاش يمكن لنا نحدو من ظاهرة سرقة السيارات في المغرب. قبل ما نتعرفوا على نوتر انفيتي، نبغي نذكر جوست اون بريف الناس اللي داخلين الموتور بوان ما ديجا بانهم يمكن لهم يطرحوا كاع لي كيسيون ديالهم فيا لو لايف، اكونديسيون يكونوا داخلين ديجا في الموضوع، وحنا بدورنا غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم تو سونسون مع نوتر انفيتي. دونك سي صديق صدقي باردون صدقي غادي حاجه، مرحبا بك. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. انا كنشكر موتور بايما اللي تحت لي هذه الفرصه باش نقدر نقدم بعض المعلومات على الجي بي اس. الناس بزاف تيبغيو يعرفوا هذه المعلومات وما كتحش لهم فرصه، كيسحبوا بان هذا السيستم مازال ما خدامش في المغرب. مي الحمد لله الشركه ديالنا اللي اكزيست دوبوي 2011، والحمد لله هذه تقريبا واحد 3 سنوات درنا باش اننا نديرو حتى بالنسبه للبارتيكولي، ماشي غير الشركات اللي كيستافدوا من هاد لي خدمات ديالنا. بيان سور، سي بور سيت ريزون حنا خدينا الانيشاتيف باش تكون حاضر معنا اليوم، وباش فعلا نوضحوا للناس اللي ديجا اي سون با او كورون بهاد لا تكنولوجي، كاين بارفو دي زامبيغويتي، الناس ما عارفينش سي نورمال. حنا كناخذوا الانيشاتيف، كنديروا مبادره بلي مويان ديالنا باش نوصلوا الناس الامور اللي هي كتكون بلوز او موان غامضه في لو سيكتور اوتوموبيل. داكور، نبغي نذكر الناس اللي يلاه دخلوا الموتور، اللي دخلوا لو لايف ديال الموتور بوايما، باللي لو كونسيبت ديالنا وانه حنا كنهضروا على لا تيماتيك ديال كيفاش يمكن نحدوا من سرقه السيارات ديالنا في المغرب، شنو هما الحلول المتاحه اكطوالمون في المغرب، واي سؤال عندكم اللي داخل في هذا الموضوع هذا يمكن لكم طرحوه في لي كومونتير. ما تنساوش جيم وبارطاج بسوشيال لو لايف الاكبر عدد ممكن من الناس. داكوغ، دونك افون دون تامي سي صدقي لو نوايو ديال لو سوجي، نبغي نعرف زعما بلوز او موان لي ستاتيستيك ديال الناس، زعما لي ريكلاماسيون ديال الناس، واش فعلا كاينين دي كاين الناس كيتشكاو من ظاهره السرقه في المغرب، واش طالعه نازله دابري لو روتور ديال الناس. لا بالفعل كاين واحد المساله بالنسبه للسرقه زادت كثرات شويه، ولكن اللهم لك الحمد بهذا لي سيستم ديال الجي بي اس جيو لوكاليزاسيون حاولنا ما امكن نساعدوا عدد ديال الناس، لا من ناحيه الشركات ولا من ناحيه لي بارتيكولي. كنقدروا اننا مثلا انصالو لهم ان بوتي جي بي اس اللي باش كيحد لينا شويه من هذه السرقه، لانه كيمكن ان تيمكن نعرفوا السياره فين كاينه، كيمكن لينا عندنا لا بوسيبيتي نقدروا اننا نسكتوها من عن بعد. داكور، والحمد لله كاينه نتيجه. كاينه نتيجه الحمد لله، هذا هو لوبجيكتيف. دونك قبل ما ندخلوا في كوتي تكنيك وكومون سا سباس زعما بطريقه بلو كونكريت كيفاش الامور كدوز، واش لا بروسيدور ديال الطريقه باش كتركب جي بي اس في طوموبيل، واش هي سهله، واش متاحه لكاع الناس، ولا حيت كاين بزاف ديال الناس كيسمعوا لا تكنولوجي ديال الجي بي اس باش تراكي لا فواتور، كيسحب لهم غير لي بروفيسيونيل الشركات. تماما، واش متاحه لكاع الناس ولا لا؟ متاحه لحد الان مع المساعده ديال ناينيرتي. داكوغ، قدرنا اننا نقنعوهم باش كومسا يعطيونا حتى لوتوريزاسيون بالنسبه لي بارتيكولي، وهذا زاد من بالنسبه للزبائن، زادوا عندنا بالنسبه حتى الناس لي بارتيكولي، ولاو انهم كيبغيو يعرفوا، ولكن اكثريه كيمشيو عند شي ناس كيقول لهم ودي راه كنديروا غير الشركات، ولكن دابا كنقول لهم انا عبر هذا اللايف تنقول لهم باللي راه هذه المساله متاحه حتى للناس البارتيكولي، ممكن بالادلاء بالاوراق ديالهم وكنقدموهم حتى حنا كناخذوا لوتوريزاسيون قبل ما انستاليو البوتي جي بي اس، والمسائل باينه وواضحه والحمد لله النتيجه جد جيده. جيده الحمد لله. وهاد القضيه هذه جو بونس ما كانش متاحه قبل، يلاه ولات اكسيسيبل. لا ما كانش في الاول، كانت متاحه غير بالنسبه للشركات ولا كسوا لي ديستريبيتور ولا لي لوور صحاب لوكاسيون فواتير. اما دابا الحمد لله ولات متاحه لكل شيء، ممكن حتى يستافد منها حتى البارتيكول. داكوغ، وإلا بغينا نهضرو تقريبا على لي زافونتاج اللي كاينين من غير هاد القضية ديال أنه يتراكي لا فواتور ديالو. وقبل ما تجاوبنا السي صدقي، اسمح لي غير عاود نذكر الناس اللي يلاه دخلوا لو لايف ديالنا، وأنه أي سؤال اللي عنده علاقة مع الموضوع ديالنا اليوم اللي هو كيفاش نحدو من سرقة السيارة في المغرب، باسكو كنسمعوا هذا الموضوع هذا ولا بزاف،
c'est une tendance actuellement au secteur automobile. يمكن لهم يطرحوا السؤال ديالهم في لي كومونتير وحنا غادي نحاولوا نجاوبوا عليه مع نوتر انفيتي. ما تنساو الجيم وبارطاج باش يوصل لو لايف لاكبر عدد ممكن من الناس. فيمكن لك جواب على الكاسيون بطريقه جد جد سهله ما بقاش دونك بالنسبه لينا حنايا كيخصنا غير السيد اللي باغي يدير جي بي اس في السياره ديالو كيمكن له يجي لعندنا سير بلاس نديروا ليه اون تي ديمونستراسيون اللي باش يفهم لو سيستم كومون سا مارش حتى يعرف كاع المسائل كامله ومن بعد تنطلبوا ليه الاوراق ديالو وكنصيفطوهم حنا للمراكز المختصه باش كيعطيونا لوتوريزاسيون باش يمكن لينا نانستاليو البوتي جي بي اس. ما كيديش بزاف المسافه ديال الوقت ساعه ونص تقريبا فاش كيتانستالا وتناخذ تيدار فيه هذاك البوتي جي بي اس تيدار فيه لابيس اللي كتكومينيكي مع لو سيرفر ديالنا وكيمكن له انه يتراكي السياره ديالو كيمكن له انه عند تيحميها حتى من السرقه باش يقدر انه يصيفط لها ميساج ديال كوب كورون يتوقف السياره. يعني كاين الحمايه الحمد لله جد جيده وكاين ديزافونتاج. واللي بغى يتعرف على هذه المسائل هذه واللي بغى يمكن له يصيفط لنا دابا لي كيستيون نجاوبوا على اي حاجه ان شاء الله. صامح صامح نبغي نيت نذكر الناس وما كانتش تزيد تقرب نزيدو نتعرفوا عليك حنا اكثر وتزيد تقرب الناس اكثر اللي متابعين موتور بوينت وتعرفهم ميم على السوسيتي اللي مكلفه ب la société ديالك autant que le propriétaire le général manager ديالها. انا هو لو بروبريتير ديال الشركه ديالي سوسيتي جي اس نيوتيك كانت واجده في جوهره حنا بالدار البيضاء. دونك اللي بغى الرقم الهاتف هو 06 61 16 95 54 يمكن له يتصل في اي وقت في اي لحظه ونعطيوه جميع المعلومات اللي غتمكنوا باش يستافد من هاد الميزه هادي. داكوغ الا بغينا نهضروا شويه على ابار تراكين ديال الطوموبيل واش كاين ديزافونتاج اخرين باغ اكزومبل الناس اللي كيكون مثلا تحط عليهم شي باطل كيف ما كنقولوا واش ممكن تحميهم ممكن كوتي نصب احتيال ممكن بروتيجي هاد واش كتحميو هاد ممكن بحال دابا كان شي واحد مثلا حط السياره ديالو عند واحد لاتوليي كتصايب ولا شي حاجه وخاصو يصايبها وفاذا به اكتشف على انه بما انه داير لها جي بي اس ميكيبيها كيمكن واحد النهار لقى السياره ديالو انها كدور كيمكن يجي عندنا ونعطيه هو ثقه كدل على انه بان السياره في التاريخ الفلان فلاني بان السياره مشات من هذا الطريق ومن هذا الطريق تنعطيه يمكن له يدير بهذيك الوثيقه ديالنا يدير بها اي حاجه يمشي ديكلاري بذاك السيد ولا اي حاجه اللي بغى يعني تتحميه. هذه من جهه من جهه اخرى بحال دابا مثلا كيمكن انك تحميه بحال دابا مثلا تعطي السياره لولدك ولا شي حاجه كيمكن انك تجينيري في واحد لاليرت ديال الا مشى اكسيد فيتاس دونك كتولي انت كتعرف حتى الكومبورتمون ديال الكونديكتور اي واحد عطيتيه السياره كيمكن لك تعرف المسائل كامله من ناحيه لا كونسوماسيون من ناحيه لا فيتاس لي ديستونس ديال يمكن لك ترجع لي ستوريك تشوف الباركور ديال السياره منين دازت فين وقفات جميع المسائل لانك تساعد ديجا كطمئن الوالدين كطمئن بحال دابا الا كان شي واحد كيعطيها لولده ولا شي حاجه بعد ذاك كيطمئن كيعرف راسو بان راه ولده اما مشى راه كيقرا بالليل وكيجي كيعرفوا راه مشى راه فين وصل راه مشى للمدرسه رجع ونسي دفيت. داكوغ وإلا بغينا نهضرو عندنا السي عصام كيسولنا بارابول ديسبوزيتيف ديال جي بي اس واش مكاينش حاليا شي علبة جي بي اس بهاد الهضرة اللي فابريكي في المغرب اللي صنع محلي كيف ما كان حاليا صنع محلي مكاينش دونك هذا كلشي كنديرو ليه حنا لامبورطاسيون وحتى من ناحية لامبورطاسيون ماشي أي واحد كيمكن له يجيب البرودوي جي بي اس كاينين المسائل القانونية في المغرب كاين ضروري كدير واحد لوتوريزاسيون دامبورطاسيون كديبوزيها لاينيرتي باش كتعرف ان هذاك السيستم اللي غادي تستعمل واش هو ليغال في المغرب ولا لا. عاد من بعد كتعطيك لوتوريزاسيون عاد من بعد ذاك الكونسوماتور او الكليون فينال كيجي عندك تتصاوب له حتى هو لوتوريزاسيون ديال الكوميرسياليزاسيون باش كانك راه كتبيعها وهما كيخصهم يعرفوا هاد البوتي جي بي اس فين تانستالا والمسائل كامله. داكوغ وسي جامي كان واش زعما اون كاد اليرت الا كانت الطوموبيل مثلا تشفرات ايفيكتيفمون مشات واش كيكون هذا الديسبوزيتيف كونيكتي مع البوليس باغ اكزومبل اللي كاليرتيهم هما ديريكتور. حاليا ما كاينش حنا هاد المساله ما كرهناهاش ان
تكون عندنا علاقة مع البوليس ما كاينش مشكل باش تكون صح حنا نساعدهم في هذا المجال هذا من ناحية ديال أصحاب سيارة الأجرة ولكن ما حيت مثلا لوكاسيون فواتور ولا أصحاب لي ديستريبيتور كيقدر يوقع مشكل في السرقة كاين الناس اللي كتمشي لهم السلعة مثلا كتمشي الطوموبيل وكتمشي السلعة إلا ما كانش داير فيها الجي بي إس ما يعرفهاش فين كاينة ولكن بهذا السيستم هذا كيمكن له أنه يتبعها ويقدر يمشي لها هو سير بلاص يوقفها من مسافة بعيدة ماشي مشكل في التريتوار الماروكان كامل دونك هذا ديماراج ولا غير تقدر تحكم فيه نورمالمون ماشي غير ديماري بها ولكن كيعرف بأن السيارة واش ديمارات وإمتى سكتات وفين وقفات وشحال ديال الوقت وقفات وكل شيء داكور سي ستخين عاود نذكر الناس اللي يلاه دخلوا لو لايف يمكن لهم يطرحوا كاع السؤال كاع الاسئله ديالهم في لي كومونتير اللي داخلين في الموضوع بطبيعه الحال كيفاش نحدوا من ظاهره سرقه السيارات ديال في المغرب عامه ميم لي غرون زونجان حيت سا سابليك في نفس لي كونتكست دونك ما تنساوش جيم او بارطاج باش يوصل لي لايف لاكبر عدد من الناس وحنا دورنا غادي نحاولوا نجاوبوا على كاع الاسئله اللي عطيناهم للناس اللي داخلين الموتور بوينت مرحبا دونك الا بغينا نهضروا على لاسبي تكنيك سي صدقي واش كي تكون ابونمون بيس باش كنسمع انا كلكو ديتاي هكا ما عرفش افيكتيفمون نورمالمون سيستم ساهل بسيط جدا فاش كيجي عندنا الانسان ناخذ دوك الوريقات اولا قبل كل شيء باش كنتعرفوا على الشخص اللي حنا غنتعاملوا معاه ضروري اكيد لان كناخذوا البطاقه الوطنيه ديالو الا كانت السياره لشي واحد اخر دابا ما يمكنش شي واحد يجي عندنا ويقول لنا راه بغيت نديرها في اي سياره ضروري كنعرفوا الا كانت شركه راه كتعطينا الوثائق بابيون تيت وكنصيفطوا المعلومات لللاينر تي باش حتى كيعطيونا لوتوريزاسيون عاد كيمكن تخرج لنا لوتوريزاسيون ولوتوريزاسيون ما كتاخذش مده كثيره تقريبا ما بين 24 ساعه ماكسيموم 48 ساعه قلت لي غادي نسولك بارابور لاديو واحد شحال الناس عرفت هذا السؤال حيت الناس السؤال كيتطرح بزاف لانه ما كيعرفوش ملي كتقول له راه كاينه مصلحه مختصه في هذا الامر هذا باش كتعطينا حنا لوتوريزاسيون كيقولوا الا كانت لوتوريزاسيون غادي تعطل وداك الشيء كنقول لهم حنا كنطمئنهم بان بعض المرات كاين تقدر كاع في الطريطه في لا جورني يعني تقدر في 12 ساعه ولا في 24 ساعه يمكن لينا ناخذ لوتوريزاسيون يمكن لينا لو لوندومان يمكن لينا نشرعوا في لانستالاسيون داكور في لانستالاسيون دونك باش نكملوا نكملوا الجواب على السؤال ديالك هو انه كيفاش كتتم العمليه بسيطه جدا كتكون واحد لابيس اللي هي ديال الداتا والقيمه ديالها داتا سافو دير لي دوني ولا لي دوني المعلومات اللي كتصيفط لا ماشي دابا هي فيها واحد لابيس كتركب في داك البوتي جي بي اس والبوتي جي بي اس شنو كيدير بالدور ديالو كل 30 سكوند كيصيفط للسيرفر اللي عندنا على قبل كيصيفط له لا باز دوني كيصيفط له شنو الحاله ديال هذيك السياره ديك في ديك اللحظه وحنا هذوك المعلومات تتجمع وكيمكن ان نعرفوا السياره فين غادا بالسرعه اللي غادا بها الاتجاهات اللي نقدر نبينو داكشي في الخريطه وبيان سور بغيت نقول للناس بانه كاينه ابليكاسيون موبيل سواء في الاندرويد ولا في الاي او اس يمكن لهم يتيليشارجيوها ما كاين حتى شي مشكل دونك اللي عنده مثلا ان بوتي جي بي اس اللي خدم عندنا شي بوتي جي بي اس يمكن لنا نديروا ليه لا فورماسيون غراتويت ويمكن له يتبع السياره دونك تدخل في السيرفيس ابري فونت اللي كتعطيه وداخل مع تماما كاين واحد الثمن بسيط جدا بالنسبه للابيس راه سي تان ابونمون خصها تكون ابونمون من الاحسن انيوال كل عام سي تان ابونمون مونسيويل ديال ديال لابيس القيمه ديالها 50 درهم اور تاكس وبالنسبه للابونمون حنا ديال لو سيرفيس ديالنا حنا 50 درهم على كل سياره اور تاكس دونك سي ستقي سوبوزون الا تشفرات طوموبيل واش يمكن اي واحد عنده لاكسي مثلا لابليكاسيون ولا لو سيستيم يسكت الطوموبيل ما خاصش واش كيكون ان كود داكسي خاص هذا ولا كاين شي هيئه اللي ولا البوليس ما عرفتش نورمالمون باش الا بغينا حنا نورمالمون حنا كنقدروا نتحكموا في السياره ولكن حتى الزبون ديالنا كنقدروا اننا نعلموه كيفاش يديرها لان يمكن تقدر يديرها ا ديستونس فوالا يمكن له يديرها ا ديستونس ما كاين حتى شي مشكل داكور دونك نعاود نذكروا الناس بلي يلاه دخلوا لو لايف ان حنا اللي كنهضروا دابا على الموضوع كيخص كيفاش نحدوا من ظاهرة سرقة السيارات في المغرب ومعنا سي ستقي هو اللي غادي يجاوبنا على كاع لي كيسيون اللي داخلين في هذا التيماتيك ديالو هو بروبريتير وجينيرال ماناجر ديال لا سوسيتي جي اس نيوتيك فوالا دونك يمكن لكم تطرحوا كاع لي كيسيون اللي داخلين في هذا الموضوع في لي كومونتير ديروا جيم او بارطاج باش يوصل لو لايف لاكبر عدد ممكن من الناس داكوغ دونك الا كان ممكن توري الناس اللي يلاه دخلوا لو لايف لا بياس كيفاش دايره ديسبوزيتيف صغير
Alors, بالنسبه للو ديسبوزيتيف جي بي اس عندي لكم واحد ليكزامبل نوري لكم. هو راه في انه حجم ديالو صغير ماشي كبير بزاف وكيدخل في السياره حتى بعض المرات حتى مول السياره كيقدر ما يعرفوش فين كاين. دونك عنده واحد لونتين جي بي اس وانتين جي اس ام وعندنا دي سيكوريتي لان فاش كنحطوا الماتيريال في السياره كنتيستيوه قبل ما نعطيو السياره للزبون وكنقدروا اننا مثلا نديروا في هذاك لو سيستيم ديال كوب كورون والمسائل كامله ومن بعد عاد كندوزوا المساله ديال انك نديروا لا فورماسيون لهذاك الزبون. داكو دونك كنديروا نوريوه كيفاش يخرج لي رابور كيخرج اي حاجه. وبالنسبه كيمكن لي نقدروا نجينيريو دي زاليرت في السيستيم هو ان في حال دابا مثلا الا كان الانسان ما كيخرجش من المدينه وخصو الى فات 60 كيلومتر في الساعه ممكن ان جي بي اس يعلمني حاجه اللي ما يقدرش يحددها لان الطوموبيل ما تفوتش لا ما يقدرش يتحكم فيها يحددها ولكن هو ديجا كيعلم باللي بحال كيعطيك لو كومبورتمون ديال هذاك الكونديكتور كتبدا تعرف اكزاكتومون واش هذاك السيد واش تيمشي بسرعه ولا ما كيمشيش بسرعه مثلا. فعلا فعلا. عندنا سؤال اخر واش هاد لا كولتور هاد الثقافه ديال لو ديسبوزيتيف جي بي اس ولي كاميرا دو سيرفيونس واش كاينين في المغرب واش كتلقاو زعما انتم اقبال انكم كيجيو الناس ولات عندنا الثقافه اللي بحكم ان بحكم ان السرقه كثرت الناس ولاو كيلتجؤوا لهذا الشيء بزاف لان هذا الشيء بالعكس تيحميهم لانه ماشي بحال انا كنت فاش البدايه ديال لا كارير ديالي كان واحد السيد كانت مشات له السياره وبقى كيقلب عليها بزاف هو تيقلب وتيديروا الناس الباراج وتيسول وهذا ولكن مده ديال واحد تقريبا شهر ونص تعب باش لقاها. اما كون كان عنده لو سيستيم ديال الجي بي اس انستالي في السياره غادي يقدر يتعرف على السياره في كاين ويقدر ديك الساعه يعلم الناس المختصين بهذا الامر هذا ويقدر يمشيو معاه ولا باش يعرف ان السياره ديالو راه الا كانت تسرقات ولا هذا يمكن له يعرف. داكو داكو. غير باش نرجعوا لا بياس الا كان ممكن توريها للناس كيفاش دايره. الو لا بياس تقريبا هذا هو الحجم ديالها راه كاين واحد اخر اكبر منها شويه اون الومنيوم فيها اون باتري انترن اللي واخا مثلا حيت بعض الخطرات كيقدر الانسان هذاك اللي غيسرق السياره كيقدر انه يمشي يحل الكابو ويحيد لي كوس سكي في غيقول مع راسو راه هذاك البواتي جي بي اس ما بقاش اليمونتي. ولكن حنا عندنا واحد المساله هو انه لو بواتي ديسبوز مثلا فيه واحد لاباتري انترن اللي كتقدر تمشي المده ديالو من 24 حتى 48 ساعه اللي كيمكن انها كتبقى تكومينيكي واخا محيد لها لي كوس كتبقى محيد. انا قلتي باتري سيكور كاينه امباركي وسط. وحاجه واحده اخرى اللي بغيت نضيف هو انه ممكن ان السياره لا قدر الله تهز مثلا بالديباناج ولكن البواتي جي بي اس كيبقى كيكومونيكي معنا واخا كيعطينا بان السياره راه ما مديمارياش ولكن راه كنقدروا نعرفوها بانه راه هز ديباناج وغادي بها. غادي بها داكور. وكيمكن لينا نتبعوها. دونك على ما فهمت السي صدقي بانه ما يمكنش سوبوزون شفار يكون عنده لاكسي رابيد دغيا لا ما يمكنلوش في شي بلاصه لا ما يمكنلوش حيت ما كيجيش هو اصلا ما كيبانش في السياره نهائيا. انتم الوحيدين اللي كتعرفوا لومبلاسمون ديالو. حنا تقريبا نعرفوه كنحطوه في واحد المكان اللي شويه صعيب باش يمكن يوصل له اي واحد. داكو دونك ما يمكنش يوصل ليه بطريقه سهله. لا داكو داكو. عندنا سؤال اخر سوبوزون الى تسرقات الطوموبيل واش ممكن واش ممكن يوقف سيستم الجي بي اس من بعد ما تسرقات انا واش يديها ويدخل لها لاكسي. وبالفعل الا كان ستاند على واحد الالكتريسيان اوتو ممكن انه حنا ديجا كتبقى تعطي لا بوزيسيون ديالو ولكن واحد المساله حنا في السيستم اللي عندنا هو حتى الا حيد باغ اكزومبل لونتين جي بي اس كيديكلاري لنا بان لونتين جي بي اس راه محيد مديبرونشي دونك سو سون دي زاليرت اللي تيبانو عندنا في السيستم و حتى الزبون تيولي يقدر يشوفهم ما كاينش مشكل دونك كيف هو كيقدر يرياجي قبل منا حنايا. داكو داكو. عندنا سؤال اخر سي ستريم من طرف عصام قال لنا واش هذا الشيء هذا كونفيدونسيال هاد لي زانفورماسيون كيبقاو غير عندكم ولا كيتعطاو للطوموبيل بوزيسيونمون ديالها فين كاينه المعلومات كامله كتبقى المسائل كونفيدونسيال كل واحد كيكون عنده نون تيليزاتور المود باس ديالو تيدخل لابليكاسيون كتبقى المسائل كونفيدونسيال ما نقدرش نقول اي واحد يجي عندنا الا ما كانش الشخص ديال اما مدير ديال الشركه او لا اللي حنا اللي خدامين معاه اللي تنتعاملوا معاه الزبون ديريكت ما يمكنناش نعطيو المعلومه لاي واحد. اي واحد داكوغ.
داكور سي سطخي. نعاود نذكر الناس حيت ديما اوفيغ ميزيغ كيدخلوا الناس لو لايف ديالنا، نعاود نذكرهم بالموضوع باللي حنا كنهضروا على كيفاش نحدوا من ظاهره سرقه السيارات في المغرب فيا هذا لي ديسبوزيتيف جي بي اس. يمكن لكم تطرحوا اي سؤال اللي داخل في هذا الموضوع في لي كومونتير، وحنا بدورنا غادي نحاولوا نجاوبوا عليه مع نوتر انفيتي. ما تنساوش جيم وبارطاج باش يوصل لو لايف اكبر عدد من الناس في ماشي غير في مونتير بوينت مي في لي ريزو سوسيو كاملين. داكور، دونك قلتي لي سي سطخي بلي راه ما كاينش تعقد، امور كتركب بطريقه امور بسيطه. اللي بغينا نهضروا على لو بري بلوز او موا لو بري تاع الكرون بوبليك تيبدا الثمن ديالنا. حنا كل عام الحمد لله فاش كنقصوا الثمن ديالنا، دونك كلشي كيستافد منه كاع الزبائن، كلشي كيستافد منه. دونك دابا حاليا الثمن ابتداء من 1700 درهم. وفي لانستالاسيون ساعه ونص تقريبا ديال الوقت. داكور، وتناخذوا ضروري خصنا ناخذوا لابيس على قبل، ولا هو اللي كياخذ لابيس هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديال لابيس، وكيسكيفيكتي اللي خلصنا حنا غير بالنسبه للابونمون كيما كيخلصها بالتريمستر ولا في السيمستر ولا في العام. داكور، كاين دي زوبسيون كيتزادوا، كل واحد يقدر مثلا يبيرسوناليزي لوفر ديالو والثمن، لربما كيفاري على حسب الزوبسيون اللي زايدين. الماتيريال حيت كيبدا من الستوندار وانت غادي طالع، دونك على حسب شنو نورمالمون كاين اللي كيبغي مثلا جي بي اس او ميم طون فيه الكاميرا باش كيقدر انه سوا ديزون كيكون عنده مثلا البلاصه ديال فين كيحمل فيها البضائع كيبغي يبقى يشوفها الكليان مثلا ولا دونك يمكننا نزيدوا هاد لي زيكيبمون. والستوندار راه كتاليمونتيه فيه دونك كاين الكوب كورون هو الاول اللي كاين بعدا لو ستوندار، ومن بعد فاش كيبغي كندرسوا المسائل ديال الزبون كندرسوه كامله تنقترحوا عليه الماتيريال اللي باغ. باسكو سي سطخي بصراحه سمعت باللي كاينين دي مثلا دي بريستاتير اللي كيقدموا هذه الخدمه هذه، ولكن تيحدوا الفورفي ولا الثمن على حساب لا زون اللي ما خصهاش ديباسي. واش نتوما عندكم هاد لا كونترينت هادي ولا لا؟ واش خاص حتى تفوت واحد لا زون عاده؟ حنا الحمد لله الماتيريال ديالنا وهذه الشهاده اللي كنقولها يقدروا كسوسوا الزبائن ديالنا يقدروا يطرحوا هذه المساله في التريتوار الماروكان خدام كامل. يعني التريتوار الماروكان ما كاينش عندنا بار زون ولا شي حاجه، اي كليان نقدروا نخدموا معاه. داكور. و الا مثلا يقدر يبروغرامي او ديموندي من عندكم نتوما تبروغراميو ليه الطوموبيل الا مثلا ديباسات واحد لا زون، حيت كنشوفوا هاد المساله هادي عند سورتو لي بروفيسيونيل. تمام، كيكونوا عندهم مثلا دي بروسبكتور ولا شي حاجه ما خصهمش يديباسيو واحد لا زون، واش ممكن يتعلم شي نوتيفيكاسيون ولا شي ناس باش نعرفوا الامور؟ بالفعل كاين هاد المساله هادي، هو اننا كنحددوا واحد المنطقه او لا زون اللي كيحددها صاحب السياره على اساس الى خرجت من هذاك المنطقه كيمكن انها تعلمو. داكور، وبالتالي كيقدر يتصرف ديك الساعه كيف ما بغى، وكتعلمو على حساب حتى الا كان مثلا هذه كيديروها بالنسبه لي سوسيتي دو ديستريبيسيون. كيكون مثلا واحد كيكون مثلا عارف واحد المكان هذا كوميرسيال خصو يخدم غير في هذه المنطقه، ما خصوش يديباسي المنطقه ديال الصديق ديالو حتى واحد شاد هذيك لا زون. هادو سو سون دي زاليرت اللي كيطلعوا للكوم ماناجر باش يشوفهم، ومن بعدو كيقدر يجينيري واحد لا رينيو على اساس هذا راك دخلتي لا زون ديالو. دونك هادو تيعاودوا تيساعدوا، كيكون عندهم بحال قلتي ان كونت روندو دابري كاع داك لي ديسبوزيتيف. كاين ان رابور، حنا كاع جميع انواع ديال لي رابور اللي بغى الزبون نقدروا نخرجوه ليه، ما كاين حتى شي مشكل. داكور. عندنا سؤال من عند السي عصام، قالك واش كاين شي طريقه باش كنشوفوا مثلا الطوموبيل غادا في المابس غادا في الجي بي اس؟ واش كاين ابليكاسيون سيت ويب كيفاش؟ كيف ما ذكرتها قبيله، كاينه ابليكاسيون في الاي او اس وكاينه ابليكاسيون في الاندرويد. كنعطيوه الحق بيان سور نون تيليزاتور مود باس كيدخل يشوف السياره ديالو، ما كاين حتى شي مشكل، تتبان له غير السياره ديالو. او الا كانوا عنده مثلا هو مدير شركه وعنده واحد 10 ولا 15 سياره كيمكن له يشوفهم كاملين، وكيعرف حتى كتيفيتي حتى قضيه ديال انه تبقى كل ساعه تتصل بالواحد فين انت ما فين انت. دونك ما كتيفيتي هذه المساله، كتقدر انك تعرف كل واحد وكتساعد حتى في اللوجيستيك، لانه من واحد الناحيه فحال دابا الانسان كتكون انت مثلا واحد صيفطتيه لطنجه وعندك شي مساله بغيت تقضيها في قنيطره، بلا ما تصعود تصيفط واحد من الدار البيضاء يعاود يطلع حتى لقنيطره، هذاك اللي نازل من طنجه
كتقول له فوالا دوز عند هذاك الكليان الفلان الفلاني قضي هذا الغرض وقضي هذا الغرض ولا دير هذه المساله ولا جيب هذه الكوليه دونك هنا كتيفيتي انك حتى باش ما تبقاش تعيط عليه اوبتيميزي سا لي فري اكزاكتومون وهذه مساله لاحظوها الزبائن ديالنا من بعد ما انستالاو الجي بي اس ان كيبرهنوا لينا على انه تنقصات الكونسوماسيون ديال الكاربيرون تقريبا حتى 30% من بعد ما انستالاو البوتي جي بي اس من بعد شهر شهرين هذا اللي بغينا نهضروا على الكوتي بروفيسيونيل الناس اللي عندهم وإلا هضرنا على الناس اللي غرون بوبليك بحالي انا مثلا انا مازال كنهضر معك دابا انتريسيت باش مرحبا الله يبارك فيك مولاي دونك الا قدرنا حيت عندنا سؤال ديجا من السي اس ام نجاوبوا عليه فيت في واش ممكن زعما نركبوا نشوفوا الطوموبيل في لابليكاسيون بلا ما يكون عندنا بواتي كيف لي تكنيك ممكن لا بلا ما يكون بواتي ما يمكنش حيت ما عندناش كيفاش نديروا خطا كاين بعض الشركات اللي كيكونوا ربما كيعطيو لابليكاسيون ولكن كتخدم غير بالبلوتوث وهذيك البلوتوث خصك تكون قريب منها الا دونك هنا ما كتقدرش تعطيك الا كنتي بعيد منها كنتي بعيد منها ما كتعطيكش توتافي نورمال اما هذه كتشوف المسائل اون طون ريال هذا هو لافونتاج يعني البواتي كيكومونيكي مع لو سيرفر تولي 30 سكوند سيتادير كل توت لي 30 سكوند كتلقى لا بوزيسيون ديال السياره فين اما الا كانت غاداش من سرعه باش غادا في المكان ديالها فين كاين بالضبط او وكتعطيك لادريس اكزاكتومون فين كاين سامخش سامخش نعاود نذكروا الناس اللي دخلوا الموتور بويما حنا كنهضروا على الموضوع ديال كيفاش يمكن لنا نحدوا من ظاهره سرقه السيارات في المغرب كو سوا سيارات صغار او كبار يمكن لكم طرحوا كاع التساؤلات ديالكم في لي كومونتير وحنا بدورنا غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم مع السي صدقي لو بروبريتير لو جينيرال ماناجر ديال لا سوسيتي جي اس نيوتك داكوغ ما تنساوش ديروا جام وبارطاج باش لو لايف يديفيزا او ماكسيموم ويوصل لاكبر عدد ممكن من الناس الا بغينا نهضروا على السي صدقي على وديت سوبوزون سياره شفرات ولا عطينا غير الوحده اخر وبغى يديباسي الحدود واش في ليزيكستريميت ديال الحدود كتكون شي اليرت اون فوا كيقرب انه يفوت التريتوار هذا ماروكا نورمالمون حيت هي لا بيس اللي كناخذو هي كتخدم غير في التريتوار ماروكا هذا هو اللي اما حنا بالنسبه لينا كون هذه المساله تحت لهاد لي زوبيراتور انهم يديروا لنا هذه القضيه باش نقدروا نخدموا حتى خارج التريتوار ماروكا كان احسن ديك الساعه غنقدروا حنا نقترحوا على الزبون بان راه الثمن ديالها الا كنتي بغيتي تخرج خارج المغرب باش تحكم في خارج المغرب هاد الثمن ديالها الا بغيتي غير في لو تريتوار ماروكان هذا هو المهم كيكون دي زالرت كي وصل او فات شويه خاصك ضروري تكون انت ديجا باراميتريتي واحد لو جيوفانس بحال لا زون باش الا خرجت منها تعلمك سامارش سامارش ولا بغينا نهضروا على لي زاكسيدون لاحظ لا قدر الله الا طراو دي زاكسيدون واش كيكونوا دي زاليرت خاصين دي نوتيفيكاسيون دي اس ام اس كيف ما ذكرتي خاصين لي زاكسيدون الا وقعوا هو نقدر نقول لك بخلاف دونك بالمساله ديال التجربه اللي كاينه هو كان عندنا واحد الزبون اللي دونك كان انا جون خدام معاه وجاو قالوا له بلي راه كان غادي بالسرعه ودار اكسيدون هو ملي دار اكسيدون رجعنا السيستم وتاكدنا باللي السيد ما كانش غادي بسرعه دونك وتبانت الحقيقه يعني كانت نوتيفيكاسيون باللي راه اكسيدون اللي طرات ولا شوك كاين دي بواتي اللي فيهم كاينين كي ديتيكتي فوالا كتسد دي زوبسيون زايدين داكور سي ستري هذا موضوع صراحه تري انتريسون تري انتريسون الا بغينا نهضروا شويه الا مثلا كيديروا دي فاسيليتي دو بايمون كل صراحه كاين الناس مثلا اللي عندهم احنا كيف ما قلت سابقا راه كيمكن الانسان يخلص بار تريماس بار سوماس هذا هو الدليل على انه كاين الناس اللي كيبغي يتهنى كيقول لك نخلص في العام هذا هو المهم حنا ليسونسييل كاينين بزاف الناس اللي كيديروا نفس كيديروا دي جي بي اس ولكن كتبقى المساله اي واحد خدا شي ماتيريال لو سيرفيس ابريفونت هو اللي مهم وهاد المساله يمكن الانسان يسول سيرفيس ابريفونت هو كل شيء هو كل شيء فوالا انسان يعيط ديجا عندكم ان سيرفيس ديبارتمون خاص بسيرفيس ابريفونت اي واحد يمكن له يعيط كاين شي مساله اللي كتعالج
على سكوند يعني مش كيعيط الانسان في التليفون هذيك الساعه تنقادوا المسائل. باغ كونتر كاينين شي دي بروبليم اللي خصو ضروري واحد يجي وكاين بعض المرات حتى ما تنبغيوش نظلموا عاوتاني كاين بعض الخطرات كيكون ان مثلا مثلا واحد مشى دا السياره عند واحد ليكتريسيان وداك ليكتريسيان بقى كيقلب حتى لقى البواتي وتيكون مثلا اما حيد لونطين ولا شي حاجه حنا اش كنديروا كنقدروا نعلموا المدير ديال الشركه تنقول له دير هذيك السياره ديالك شنو واقع بها شنو واقع بها فاذا به شنو كيوقع انه كيتاكد وهذه شهادات كاين الناس اللي وقعت لهم هذه المساله صافا ماخش حتى شي كامل كيطرا الا بغينا نهضروا سي صدقي على شنو تقريبا لا سيبل ولا الناس اللي كيهتموا بزاف بهذا المجال وبالتراكين ديال الطوموبيلات بالجي بي اس رجال نساء لي بروفيسيونيل شنو تقريبا كاين اكثر واحد صحاب لوكاسيون فواتير كاينين لي ديستريبيتور كاينين بالنسبه لي بارتيكولير دوك اللي الناس اللي عندهم سيارات فارهه دونك هادوك تيبغيو يحميو السيارات ديالهم ولا تيخافوا لان والثمن ديالو بسيط يعني ماشي شي حاجه ما غاديش تبان له ما تبانلوش يدير ان بوتي جي بي اس بالنسبه لي راه غادي يتفادى من بعد على بورتو غادي يتفادى بزاف ديال المشاكل اللي ربما اللي غادي حنا اللي محتاج اي معلومه يمكن له يتصل بينا في اي وقت وي طبعا يمكن لك تعاود تذكرهم بالنسبه لذكر الناس ناحيه سميت لا سوسيتي فين جات بالضبط الشركه سميتها جي اس نيوتيك كانت واجدو بحي جوهره الدار البيضاء التليفون ديالي 06 61 16 95 54 دونك يمكن لكم تتصلوا معايا في اي وقت اي دونك نقدروا نعطيكم المعلومه كما بغيتوا كيف ما بغيتوا داكور كاين ان سيت ويب كيخص هذا الشيء هذا احنا علاش ما بغيناش لا حتى هذه المساله كاين ديك اليوم اللي انا ما نقدرش كاع نجبد سميتهم لان كتكون لا كونفيدونسياليتي كيقول لك اودي انا داير الطوموبيلات ديال السيرفيس ديالي داير لهم الجي بي اس كنبغي الخدامه ديالهم يعرفوش تماما دونك هذه كتبقى مساله حيت بارفوا الا كان سيت ولي اكسيسيبل كاع للناس كلشي يمكن يدخل داكور واخا بطبيعه الحال كيكونوا دي كونت كل واحد عنده كونت ديالو كيدخل ليه كيشوف لا هذيك ضروري كل واحد عنده دابا كل كليان عنده الكونت ديالو كيشوف السيارات ديالو كيتشاف في لابليكاسيون كسوا موبيل كسوا ويب عندنا ابليكاسيون ويب كاين ابليكاسيون ويب يقدر يخرج لنا لي رابور اللي بغا ما كاين حتى شي مشكل داكور دونك نفس لابليكاسيون بالنسبه لي بروفيسيونيل بالنسبه للناس نفس لابليكاسيون داكور دونك الا بغينا نهضروا بارابور لا كونسوماسيون لا كونسوماسيون ما كتخش غير الناس اللي هم مهنيين واللي عندهم الترافيك بزاف الطوموبيلات كتخص الناس انا مثلا نقدر كونترول لابليكاسيون نقدر نشوف لابليكاسيون لا كونسوماسيون اللي كندير حنا بالنسبه ماشي غير لا كونسوماسيون سمح لي ولكن كاين لي دوني اللي فوالا بالنسبه لا لي دوني كتستعمل لي دوني حنا بالنسبه لا كونسوماسيون اللي قلتي هو كاينين الناس اللي كيبغيو لا كونسوماسيون ولكن هذاك سيستم اخر كيدار اون جوج في الكاربيرا دونك باش يعرف لو نيفو ديال هذا ولا الا مثلا حتى ان تشفر ليه المازوت يمكن له يعرفها اش من بلاصه بالضبط وهذا دونك ممكن ولكن في الاغلبيه الناس ما تيبقاوش كيحتاجوا دابا هذاك ديما ممكن كيديروا جي بي اس يولي يعرف السياره ديالو فين كاينه فين مشات فين جات البلاصه اللي وقفت فيها شحال ديال الوقت وقفات كلشي المعلومات معروفين داكور سي صدقي دونك نظن بلي وصلنا لنهايه ما سخيناش بكم وما سخيناش بالضيف ديالنا سي صدقي لو بروبريتير دو لا سوسيتي ديال جي اس نيوتيك كنشكركم بزاف وكنشكر نوتر انفيتي بانك جاوبتي على كاع لي كيسيون وكنقول لكم على بروشين في حلقه جديده ديال بارلون اوتو في امان الله حتى انا كنقول لكم مرحبا بكم الله يبارك فيك وفليزير